من شأنها يعني تخسر ولا تفسد المناطق هذه ويحافظوا عليها، يعني مكتسب للولايه. اكيد. واش ركزتوا السيد المدير في هذه المعارض اللي رانا نشوف فيها اليوم في هذه المنطقه السياحيه؟ ركزنا هذه المعارض ان اول حاجه يعني جبنا الجمعيات الناشطه في مجال البيئه واللي قدمت يعني مساهمات كبيره في مجال حمايه البيئه من حيث التحسيس يعني والاعمال الجواريه اللي راه تقوم بها على مستوى بلديات الولايه. بالاضافه الى ذلك يعني جبنا هنايا السلطات المحليه اللي شرفنا ممثل السيد بالحضور تاعو هنايا السيد رئيس الدائره، ونحب نوضح هنايا صوره يعني كنقولوا جميع مسؤولي الولايه وباه نحطوا بعين الاعتبار هذه المناطق ونحافظوا عليها. اكيد. افقكم سيد مدير البيئه.